احنا طبعا سعداء جدا بالانتصار الكبير اللي حققه اولادنا في ماتش الترجي، والفرحه العارمه يعني اللي اجتاحت الاهلاويه في المباراه دي، ونتمنى يا رب انها تستمر ان شاء الله. بالنسبه لماتش النجم الساحلي، انا يعني اتوقع ان الكابتن حسام هيبقى كل كلامه في الفتره اللي جايه دي ازاي يخرج الولاد من الانتصار بتاع ماتش الترجي ده، وازاي يركزوا في اللي جاي، لان دايما كعاده الفرق المصريه ان بعد اي انتصار بيحصل فيه خمول وتراجع، لكن انا اعتقد ولادنا ان شاء الله قادرين ان احنا نعمل ماتش ايجابي هناك ونحقق نتيجه ايجابيه تساعدنا في الماتش التاني عندنا على أرضنا، ونخرج نفسنا من المأزق اللي حطينا نفسنا فيه في ماتش الترجي. إن شاء الله نعمل ماتش قوي، إن شاء الله نعمل نتيجة إيجابية تساعدنا إن شاء الله في الماتش اللي هنا إن احنا نجتاز الدور ده بإذن الله. دي حاجة مش جديدة على النادي الأهلي، والأهلي معودنا دايما على كده، إن هو في الظروف الصعبة بيبان معدن اللعيب ومعدن كل القائمين على النادي. شفنا الروح طبعا حاجة تفرح، الناس كلها متكاتفة، الناس كلها متضامنة، ودي حلاوة الفوز. يعني الفوز لو كان جه سهل إن أنت كسبت هنا ورحت اتعادلت هناك أو كسبت، يعني مش كنتش هتحس بالطعم اللي احنا حاسينه دلوقتي من الفرحة ومن الانبهار والحاجة الجميلة اللي عملها النادي الأهلي هناك. ده النادي الأهلي دايما معودنا على كده ومتربيين فيه دايما على كده، ودي يمكن النادي الوحيد اللي في مصر بيقدر يعمل حاجة زي كده. الحمد لله طبعا، ومبارك للنادي الأهلي جمهور ومجلس إدارة وجهاز فني على المكسب اللي فات. أعتقد الكلام اللي أنت قلته مظبوط 100%. النادي الأهلي النادي القرن ونادي كبير وأكبر نادي في أفريقيا. أنا شايف إنه وضع طبيعي جدا إنه يكسب. الناس كانت قلقانة وخايفة قبل الماتش، لكن الكبير زي ما بيقولوا بيفضل طول عمره كبير. فالنادي الأهلي أعتقد إنه حقق مكسب كويس جدا بره القاهرة، وده متعود عليه بالذات مع فرقة الترجي وفي ملعب رادس، فدي حاجة كويسة لينا وللنادي، وإن شاء الله اللي جاي يبقى أحسن. وأعتقد إن ماتش الترجي أنا يعني في تصوري هيبقى أسهل كتير، أو الماتش اللي جاي بقى اسهل كتير من ماتش الترجي. يمكن يا رب يبقى وش خير على الفرقه، وطبعا ان شاء الله يعني عايزين نسعد الجمهور، نسعد جمهور الملايين اللي بتشجع الفريق النادي الاهلي اللي مع وراه في كل حته. يمكن فريق النادي الاهلي فرقه محترمه، يمكن خرجنا من مباراه الترجي بالاداء والروح العاليه، اللعيبه طبعا شرفونا، واللعيبه النادي الاهلي طبعا طول عمرهم رجاله. اتمنى من كل قلبي ان شاء الله ان شاء الله نوصل للنجمه التاسعه، نحقق البطوله، نسعد بيها الملايين اللي ورا النادي الاهلي في كل حته. عجبني جدا ان الفريق عمل معسكر واستكمل الفتره اللي هو قاعد فيها، ودي حاجه جميله جدا. ان دلت على شيء فانما تدل على منتهى التركيز في المباراة القادمة. النقطة الثانية ان بعد ما انتصرنا على الترجي، انت شفت الجهاز الفني ورئيس النادي ومجلس الإدارة كله بيتكلم على كفاية فرحة، خلينا نواجه ومن بدري وخلاص، اللي عدى عدى. لان احنا فعلا يمكن لما بنفرح زيادة عن اللزوم بنلعبش كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنبارك لفريق النادي الاهلي، الجهاز الفني واللعيبه والمجلس اداره النادي على الفوز على الترجي والوصول الى مباراه النصف النهائي امام النجم الساحلي. باذن الله خبره لعيبه النادي الاهلي وشخصيتهم وامكانياتهم الفنيه واصرارهم وتركيزهم اللي احنا تعودنا عليه منهم، واللي ظهر بشكل كبير جدا في مباراه الترجي، احنا منتظرينه تاني في مباراه النجم الساحلي. وانا عارف ان نسبه التركيز هتزيد، تبقى ممكن توصل 300-400% من جانب اللعيبه، لان احنا كل ما هنتقدم خطوه المفروض نسبه التركيز تزيد. وانا يعني ببعت لهم رساله من هنا، كل قلوب كل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي سواء مدربين او اداريين او اجهزه طبيه او اداريه، كل قلوبنا معاهم ودعواتنا ليهم باذن الله عشان يفرحونا ويفرحوا كل جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر باذن الله. الاول طبعا بنبارك النادي الاهلي بالفوز على النادي الترجي وصعود للدور قبل النهائي، مباراه كبيره وعصيبه جدا. لكن النادي الاهلي طبعا عودنا دايما في المباريات الكبيره انه بيظهر بشكله الطبيعي، الفريق الكبير اللي بيقدر يؤدي تحت اي ضغوط او اي وضع. حتى مع التعادل هنا 2-2 برضو في ثقه في الفوز، وفي انت يعني
أدائك هو اللي كان طاغي على المباراة قدام الترجي. طول الماتش أنت متحكم في سير المباراة، خدت من المباراة اللي أنت عايزه. الشوط الأول خرجت الماتش الشوط على قد ما أنت يعني قادر بتمشي المباراة زي ما أنت عايز. الشوط الثاني لما قصت إن أنت تبدأ بقى تفرض سيطرتك عشان تحقق الفوز قدرت تعمل كده. فالنادي الأهلي فريق كبير ما تخافش عليه في المناسبات الكبيرة. كل